وصلوا. يا جماعه يا ورا يا اساتذه يا اساتذه يا ورا شويه يا ورا 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 يا يتجمعوا على جنب هنا في الجول محدش يمشي. يتجمعوا على جنب محدش يمشي. دومي اتجمعوا على جنب كابتن واحد 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 عشان تاخدوا الصوت. ايوه مفيش قدام غير مفيش قدام. يلا يا كابتن احمد الوان بتاعه. يلا يا كابتن احمد. بس الصعيد اول مره في حد بيصعد يبقى جوه. يلا يا كابتن. يلا حاج علي. بطل يا ولد. يلا يا كابتن خالد بطل. يا ورا شويه انتوا فرصه واحد واحد ايه. معالي الوزير طاهر ابو زيد، كنت انا في مكالمه وياه حاليا وهو ورايا بالعربيه وانا سبقته، السكه اتعطلت بيه ما قدرش، وبالتالي كان فطلبت منه ميعاد مستعجل. الميعاد المستعجل ده تم دلوقتي حالا يوم الاثنين الساعه 1 تماما في الوزاره جميعا، هيتم تكريمكم ومضاعفه مكافاتكم، وكمان عشان ما جاش هطلب مضاعفه زياده للمكافاه بتاعتي. صح ماشي. ايوه صح. وهو الراجل بيقدم لكم كل الدعم، وبلغني اوصل لكم كل التحيه ليكم جميعا. انا بتكلم بامانه شديده، وهيتوفر لكم كل السبل في الفتره اللي جايه. ومن قلبي انا بشكر اهاليكم، انا بشكر اهاليكم وزوجاتكم اللي استحملوا فترات طويله للمعسكرات، واتمنى يصبروا عليكم الفتره الجايه اللي هيتعمل لكم معسكرات على اعلى مستوى في العالم. العالم، والف مبروك لشبابنا اللي بيشارك في وسط 57 دوله في بطوله التضامن الاسلامي، يعني ربع العالم ماشي، وان احنا النهارده بنقود ربع العالم. هتنزلنا النهارده الثاني ورانا تركيا ورانا ايران ورانا ماليزيا. مطار ومطار ودول كثيره جدا احنا بنشارك. في ناس كانت بتقول ان البطوله ضعيفه، عايز اقول لك البطوله ضعيفه، ما عندناش اصابات وكذا، بطولة قوية جدا لسبب انت عندك روسيا النهارده في جميع الدول اللي كانت روسيا النهارده. ده كم هائل من المشاكل، ده رزق ربنا كبير جدا ان انا اكسب هذه البطولة. ازيك يا معسكرات مع ناس بتحاول تلغيني معسكراتي من اعضاء مجلس الادارة، وربنا ييسر. انا بدي التحية لمعالي الوزير طاهر ابو زيد انه لم يستمع واستخدم حسه الرياضي والحس بينا ووافق لنا على المعسكرين في اخر لحظة، وكان سبب رئيسي في حضور في حصولنا على هذا المكسب الحمد لله. ودي ثالث، وانا فوجه رساله للجميع الحمد لله والشكر لله ان احنا نكسب ثالث امم افريقيه في 5 سنوات على التوالي في حدث لم يحدث من قبل الاتحاد المصري لكره الطايره. فاتمنى من كل الناس اللي بتعمل لي معاقات سواء من مجلس اداره او خارجه من 3 اعضاء اللي بيعملوا كفايه. انا اتقدم 230 شكوى لكن الحمد لله حققنا. وبالمناسبه انا بقول بهدلهم صدري مفتوح، بس كفايه تعطيل سير عمل. والحمد لله انا عندي 8 منتخبات وصلوا بطوله عالم، عايزين اكتر من كده ايه؟ يبقى فين اتهامات انهيار الكره الطايره اذا كنت عندي 4 افريقيه خدتهم؟ هي قصه اقتصاديه في التعامل مع الامكانيات الماليه، ان يعني احنا عندنا بادجت متحدد ولازم نتعامل معاه بشكل ايجابي. فالحمد لله وظفناه، والولاد الحقيقه كانوا رجاله جدا، يعني قبلوا ظروف صعبه. عملنا معسكرات كانت في المركز الاولمبي في الاسماعيليه، لان كانت ظروف البلد ساعتها ما تسمحش بالمعسكرات المفتوحه ان هم يدربوا ويروحوا ويرجعوا. فقعدناهم في الاسماعيليه في المركز الاولمبي تقريبا شهر، كان بيتخللوا العيد ورمضان، وكانت فتره صعبه جدا الحقيقه، لكن كان فتره اعداد اساسيه وهم مروا بيها كويس جدا مع المدرب الايطالي ومع الجهاز الفني بتاعهم. كنا بنتابعهم
والحاج علي رئيس الاتحاد كان بيروح لهم وكان بيدخل لنا تقارير يوميه واسبوعيه عن ادائهم وعن شغلهم الفني. والحمد لله تم تصفيه العدد اللي كان مختار في الاول لحد لما وصلنا ل 14 سافروا من المعسكر المحدد اللي كان في الاول في ايطاليا وكان مدفوع كنا دافعينه. وبعدين في صربيا وكنا مدعوين كان عملنا سفريه ممتازه جدا كان فيها عدد محترم جدا من المباريات اللي هي على اعلى مستوى وانتهت بالسفر المباشر لتونس. يعني كان حوالي شهر بره مصر شهر متكامل بدون تقطع. ده اتاح للمدير الفني وللجهاز المعاون انه يوصل باللاعبين لفورمه رياضيه عاليه على قدر الوقت المتاح. اول معسكر عملناه جدي يعني هو بعد العيد كان في اسماعيليه اسبوعين وبعد كده رحنا ايطاليا وصربيا. والله بص هي قصه مش قصه معسكر، القصه هي كانت وقفه رجاله والفرقه كلها احنا قعدنا مع بعض وقلنا البطوله ديت مهمه بالنسبه لنا. الحمد لله متعودين احنا نكسبها على طول ودي المره الخامسه احنا الحمد لله خدناها ديت. فالحمد لله يعني خدنا الموضوع بجديه جدا والحمد لله شكرا ربنا كرمنا وخدنا البطوله الخامسه وان شاء الله تبقى دايما كده على طول باذن الله. احنا كنا بنجد صعوبه كبيره جدا في التمرين، بنجد صعوبه كبيره جدا في التمرين ان احنا نتواجد هنا في القاهره، عشان كده فضلنا ان احنا ناخد الفريق ونطلع بيه على القريه الاولمبيه في اسماعيليه. وكان معسكر حوالي 22 يوم كان مجدي جدا جدا جدا. كنا بنتمرن يمكن 6 ساعات في اليوم 5 ساعات ونص في اليوم على فترتين. اتجهنا بعد كده لإيطاليا وبعد إيطاليا طلعنا على صربيا، عملنا حوالي 11 مباراة ودية في الفترة ما بتاعت إيطاليا وصربيا وانتقلنا لتونس بعد كده وربنا كرمنا الحمد لله. دي كانت فترة استعدادنا. يعني اكسبني بس خليني أشكر الأول اتحاد الكرة الطايرة السادة أعضاء مجلس الإدارة معالي وزير الرياضة كابتن طاهر أبو زيد على موافقتهم للمعسكر اللي احنا طلبناه، المعسكر المجدي اللي احنا طلبناه في ايطاليا وصربيا. والمعسكر ده انا عايز اقول لك لولا المعسكرين دول والمباريات الوديه احنا يمكن ما كانش يعني ما كناش اتوفقنا، لان احنا عملنا اعداد جيد جدا 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 في ايطاليا وصربيا. طبعا الحمد رب العالمين، الف مبروك للشعب المصري كله، الف مبروك للاتحاد، الف مبروك للعيبه الرجاله اللي احنا طبعا كنا في وقت صعب جدا قبل البطوله. طبعا ظروف البيئه بتمر بيها لازم الحمد لله رب العالمين استحملناها وكنا لازم نستحملها. طبعا اللقب الخامس ده يعني ما توصفش فرحته كويسه جدا واللعيبه مبسوطه جدا بيه. طبعا مسافرين بقى لنا 4 مرات مع حاملين اللقب. طبعا كنا لازم المره الخامسه متفقين كلنا باذن الله رب العالمين ان احنا نروح لازم نرجع باللقب. الحمد لله ربنا كرمنا بيها وبشكر اللعيبه جدا طبعا على المجهود الجبار اللي عملناه. طبعا كله شارك في الفوز وكله شارك في الفرحه ديت. بالاخص مباراه تونس طبعا انت عارف مصر وتونس تربي في اي لعبه من العاب باسكت فولي كره قدم. طبعا مباراه طبعا بيبقى فيها شد عصبي يعني زياده عن اللزوم. الحمد لله رب العالمين يعني حصل اخفاق في الشوط الاولاني بس لعبتنا الحمد لله رب العالمين عندهم خبره وعندهم كل حاجه. الحمد لله رب العالمين قدرنا نسترجع مجريات الامور وكسبنا الماتش الحمد لله رب العالمين. وماتش كمان طبعا كان مهم جدا. البطوله عامه يعني المجمل العام يعني بالنسبه لي لعبت 4 بطولات قبل كده دي اصعبهم. الحمد لله رب العالمين على الفوز.